بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، كيف تكشف مكان السحر في البيت؟ أحبتي في الله، هذه طريقة نافعة ومجربة، ثبت نفعها بالتجربة، والحمد لله الكثير من الحالات جربت هذا الذي قلناه ووجدت مكان السحر في البيت. وهنا أريد أن أعطيك مسألة مهمة. المسحور المصاب بنفسه هو الذي يعمل هذه الطريقة. أفضل شيء أن يعملها المسحور، والطريقة بسيطة. يأتي في كل مكان من البيت، يبدأ بكل مكان لوحده، يعني مثلا في الغرفة الأولى، ثم في الغرفة الثانية، ثم في مكان جلوس الضيوف، وهكذا، يعني في كل مكان من البيت يعمل هذه الطريقة. والطريقة هي كالآتي: يأتي في المكان، ثم يبدأ يقرأ قول الله تعالى: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. يكررها لمدة 5 دقائق، أو يكررها مثلا 100 مرة، وكل ما كرر كل ما كان إن شاء الله كشف المكان يكون أقوى وأقرب بإذن الله تعالى. عندما يدخل في الغرفة يتنقل في الغرفة، يعني بين أماكن الغرفة، طيب في الزاوية هذه، في الزاوية الأخرى، في وسط الغرفة، ويكرر هذه الآية بصوت مرتفع: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. طيب، إذا كان في هذه الغرفة سحر، فهو سيشعر بتأثر واختناق، ربما زيادة في النفس. المهم سيبدأ الوضع يكون غير طبيعي. طبعا سيسألني سائل ويقول: المسحور بدون أي شيء سيتأثر؟ أقول له: نعم، ولكن المسحور أيضا يعرف ما هو تأثره الطبيعي. وإن كان في هذا المكان سحر، سبحان الله تكون عنده أعراض مختلفة، وهو بنفسه سيشعر بوجود السحر في هذا المكان. ولذلك المسحور بالتحديد إذا قرأ في مكان وفيه سحر سيشعر بتأثر غريب، هو بنفسه يعني سيخيل له، أو يعني سيشعر بداخله أن هذا السحر موجود في هذا المكان، هذا في الغالب. طيب، وعندما يقرأ في هذه الغرفة مثلا ولم يجد شيء، ينتقل للثانية، الثالثة، الرابعة، كلها. طيب، المكان الذي سيتأثر فيه اتركه، احفظه ولكن اتركه، ثم انتقل لباقي البيت. كل مكان تتأثر فيه كثيرا تبدأ بالبحث، ثم ترجع على نفس الغرفة التي تأثرت فيها، ثم تقترب من الأشياء وتقرأ، وهنا إن شاء الله إن كان السحر موجودا ستجده بإذن الله تعالى. وإن كان السحر مرشوشا، فأعطيك طريقة مهمة جدا، وهي أن تأتي بقدر، كمية يعني كبيرة من الماء، تقرأ عليها آية الكرسي، تكرر عليها بصوت مرتفع، تقرب الفم من الماء وتقرأ 7 مرات، وسورة الفاتحة 7 مرات، والأذان 7 مرات، وسورة الفلق 7 مرات، وسورة الناس 7 مرات، كل واحدة تكررها، وتقرب فمك من الماء، تقرأ وتنفث، ثم تمسح جميع أرضية البيت، مسح بهذا الماء المقروء عليه. وأيضا الأغراض الذي يعني تشك فيه أنه فيه سحر، أو إن شئت أن تمسح جميع الأغراض، ثم ضع في بخاخ ماء، ضع من هذا الماء المقروء عليه، وبخ في جميع البيت أو في زوايا البيت تحديدا. وهكذا بإذن الله تعالى إما ستجد السحر إن كان السحر موجودا، أو أنك يعني ستشعر به إن كان مرشوشا، ثم تتخلص منه إن شاء الله إذا مسحت البيت بالماء المقروء عليه. هذه الطريقة بإذن الله تعالى ستأتي بنفع إن شاء الله، وستكشف من خلالها وجود السحر بإذن الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.